من تونس تنضم إلينا مراسلة الغد نجلاء بخريص. نجلاء، يعني بالإضافة إلى ما أوردناه، ما هي أبرز مخرجات الحوار الليبي الذي تم في تونس؟ نعم، ما زال الحوار السياسي الليبي مستمر في تونس. من المنتظر طبعا أن تصدر وثيقة عن هذا الحوار يوم السبت، تسمى بوثيقة جمارت نسبة لهذا المكان الذي عقدت فيه هذه المحادثات. تم طبعا الوصول إلى ضرورة الخروج بخريطة طريق تتكون من 7 بنود، أهمها طبعا الوصول إلى انتخابات في إطار زمني قصير لا يتجاوز 1.5 سنة، انتخابات تشريعية ورئاسية. طبعا قبل ذلك يجب أن تكون هناك حكومة موحدة، حكومة وحدة وطنية تقوم بإعادة تشكيل ما يسمى بالسلطة التنفيذية في البلاد وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي. هذا طبعا بحسب تصريحات ستيفاني ويليامز المبعوثة بالإنابة إلى ليبيا في مؤتمرها الصحفي الأخير. أيضا هذه الخارطة تتحدث عن ضرورة نزع السلاح وإنهاء حالة الانقسام والتقاتل هناك بين خاصة بين القبائل والعشائر في ليبيا، بما يضمن عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، ويضمن يعني نوع من عودة سيادة المؤسسات في ليبيا. طبعا هذا الحوار هو اليوم بالتزامن كما ذكرتم باجتماع اللجنة العسكرية في سرت 5+5، والتي تدرس أيضا فرضيات وقف إطلاق النار استنادا إلى مخرجات الحوار في جنيف واتفاق جنيف، وأيضا استكمالا لمؤتمر غدامس الأخير. نعم نعم، يعني الحديث هنا عن وقف إطلاق النار، الحديث عن تنظيم أو إدارة المرحلة الانتقالية، هل تم التطرق إلى مسألة تنظيم الانتخابات؟ في الحقيقة هناك عدة مسائل تطرح حتى في الكواليس. هناك اليوم من يتساءل هل سيقبل يعني فائز السراج وحكومته وكذلك حكومة الثاني في الشرق بالاستقالة والذهاب إلى حكومة وحدة وطنية؟ هل ستضمن بعثة الأمم المتحدة خروج المرتزقة والقوات التركية خاصة من إقليم طرابلس؟ هناك عدة عراقيل على الأرض تطرح عدة تساؤلات حول يعني إذا ما ستنفذ بعثة الأمم المتحدة هذه الخارطة، خارطة الطريق على الأرض، ما هي الصعوبات التي ستجدها في تنفيذ جميع هذه البنود بما فيها آليات إجراء الانتخابات وما شابه؟ وأيضا هناك أسئلة تطرح بقوة حتى يعني في قراءات سياسية ليبية، إذا ما سيقبل البرلمان الليبي بهذه الخارطة وسيقبل بهذه الاتفاقية من حيث يعني حكومة وحدة وطنية تقوم بتسيير البلاد إلى مرحلة انتخابات تشريعية ورئاسية. يعني هذه الأسئلة ربما تجيب عنها بعثة الأمم المتحدة التي ستقوم بمؤتمر صحفي منتظر يوم السبت، تعلن عن توقيع 75 شخصية الحاضرة في هذا الحوار على هذه الخارطة وهذه الاتفاقية والذهاب إلى تنفيذها طبعا بضمانات تقدمها بعثة الأمم المتحدة نفسها. نعم، إذا مراسلة الغد من تونس نجلاء بخريص، شكرا جزيلا لك.